كاملين بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وتكونوا في صحه جيده ومرتاحين وداكشي وداكشي. اخيرا غادي ندير لكم هول ديال الحوايج ديال الشتاء والبرد والصيف وكلشي شي حوايج ديال الصيف حيت كنا حديناهم. لا ديال الصيف ديال الصيف كتبان عليهم سامر الأولى كاين فيها حنا بثلاثة والثانية ديها غير أنا وسلمى. لا لا أنا مجبتش حوايج غير قلت بوحدك دونك غادي نوريكم غير بوحدك نوريكم البراند الأولى شنو واخدينها من عندهم وغادي تلقاو السمية ديالها في الديسكريبسيون. زعما إلا بغيتو تاخدو شي حاجة عجباتكم شي حاجة غتلقاو السمية ديالها في الديسكريبسيون والثانية تاهي نفس واليان ديال لاباج ديال انستغرام وداكشي. دونك غادي نبداو بأين وحدة فيكم بغات تبدا؟ وسلمى مثلا ما غادي توريكم هذاك الشيء اللي اختارت. اول حاجه هي هذه القميص انا هادو ديجا لبستهم. هاد القميص زوينه الصراحه نوار هادي كلنا خدينا منهم الكاليتي ديال الثوب كيفاش دايره مهم بان لكم مزيان. هادي سخونه شويه و ماشي بزاف ديال هاد الوقيته. الثانيه هو هاد الطوب هذا زوين هذا هادي لا غادي تجيب لكم حتى شنو هي لابسه كتجي في لبسه بنه شوفوا بحالها خي شوف الكحل. واو هادي واعره واعره هادي خصكم تشوفوها في اللبسه واحد جات وخديتها في الابيض. الكساوي عندهم واعرين عشوف وباردين وزوينين اللبسه كتجي بحال ديالك. شوفوا هاد النواق شحال زوينه يمكنش هاد الكساوي عندهم شحال واعرين. حتى جبا واحد الفيديو في انستغرام. دابا غادي نلبس انا دابا غادي نوريكم حوايجي انا باش نبدا لكم في بركه. غادي نبدا لكم بهاد ملي تقطعات ويجي زعما شي تحلي عم ندير لكم بالكساوي باش نمشي لكم زعما داكشي اللي خديت سخون ديال البرد. هاد الكساوي هاد بحال ديال سلمى ولكن هي فيها هاد لي فلوغ وهادشي. هاد الكساوي كلهم كيجيو في البسه كتحلم وداكشي المهم دايره بحال هكا زوينه حتى كتلبس عاد باش كتبان مزيان. فنه 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 الكساوي الكاليتي ديال الثوب ديالهم واعره. شوفي كيفاش دايرين لي ديتاي ديالها من التحت بحال هكا. هادي هادي حتى هي انا قريت بحال هادي داك البلوسيات قريت بحال هاد الشكل. هادي ماشي بحال هادي اللي قبل هادي مكتحزمش من هنا فهمتوا بحال ديال مفتوحه من الظهر فنه كتجيك لبسه حتى هي مفتوحه من اللور دايره بحال هكا فيها تاير كمان وبحال هكا دايره من التحت هاكا نتا هي كتجي زوينه فريده. واللون ديالها واعر ديال الصيف فيها البلوسيير والبيض هذوك لي كولور اللي كتجبول. دابا غادي ندوزو لهاد الكسوات هي شوفو شحال زوينه شحال فنه شحال هادي شحال هادي شحال هادي سلمى خداش بحال هادي وانا خديت بحالها في المارون زوينه شوفو شوفو تلا بحالها بحالها فنانين. هاد الكساوي عندهم واعرين صح ديال دابا عرفتو هاد وصلنا وصلنا الاخر ديال الصيف. دابا انا بغيت امشي ديال الصيف باش نلبس هاد الكساوي زوينين حتى هي مفتوحه من اللور بحال هكا مفتوحه مغلق ايوا ايوا صافي. ايوا تريكوات اللي خديت من عندهم ديال البرد كان عندهم هاد الكريك هذا واحد التريكو اللي ما كيتسدش هذا ما كيتسدش. عرفتوا هاد التريكوات كتلبسو كتلبسو على شي حاجه وكتقول شي حاجه مش فاقده كيفاش دايره من هنا صراحه عجبوني زوين فن سخون. عرفتوا الكاليتي ديال هاد الصوف هذا رطب واعر والله حتى صحابي غتكون بحال هكا شفنا زعما في السيت ما كيسحبش ان غتكون هاد الكاليتي كيبان لك داك الصوفه كتجيب لك واحد داك الصوفه اللي هي شفقه ولكن هي راه ولكن هي رطبه كتجيب بدو رطبه كتلبسيها رطيبه. هاي هذا مهم هادو ملك من ديالو
وخديت واحد بحاله في الكري خديت بحال داك الكري خديته في النوار تاع ودي بحال هكا هذا اللي في النوار غادي نوف زوين هكا جا من الفوق وتاوا بحال هكا التدير تشوف زوينه بزاف بزاف ما نقدرش نوصف لكم شحال رطب وزوين وكتبغيو تلبسوه وتسخنوه المهم يا زعما شوفوا هذا كيفاش داير زوين هذا بحال ديال فاتي هذا النوار اللي لابسه فاتي ما كيبانش مزيان بحالو هاد الخضره ما كنصش عليها حبيبه لا ما كنصش عليك المهم هو راه بحال هكا من هنا ومن الدار تاعو زعما كيجي كول وهذا بحالو شوفو زوين وسخون تا هو الكاليتي ديالو في النار هو نفس الكاليتي تاعو زعما هادي خديت هاد القميص بحال النوار ديال سلمى اللي هي بحال هكا شايفه هاد الضيفات هنايا وداك الشيء زوين راه كولور فن باستيل واعر الكاليتي ديالو خدتك مشات شويه ما كتبانش بزاف ولكن ماشي مشكل دايره بحال هكا اش بطاي هادي هادي لا الواقع دابا غادي ندوزو الحوايج فاتي ورينا لا لا اش خديت واو يا القميص هادي بحال وراتكم دابا خوله هادي في الاخر صراحه هادي اللي حمقاتني في لي كولور كامل والله هادي اللي واعر زعما انت باغي تاخذ بحال وخذوا هاد اللون زوين بزاف بزاف هادي غتجيبها هادي هي خوله زين صافي غنبدا معايا حطيت كحله خديت واحد لافين باش خصني نصدر خديت فيها النعمان واحد لافين دير بشويه فاز اينا دعيو معايا راني مريضه ديما مساكنه كدعيو معايا من النار ديما مريضه مسكين ديما مريضه ودعوا معايا انا غادي ندير اوبيراسيون ان شاء الله وغادي نغبر عليكم اليوتيوب دعوا معايا انا صافي مولا تموتي دعوا معايا غندير اسنان الماك راه تقدر تقتلك لك الضرسه في خبارك غادي العروقه وهنايا الضرسه في الدم وتقدر تحيد لك تقدر تحيد لك الودان ولا تقدر تحيد الراس لا لا غادي نحيد غادي نحيد جوج دراس ديال العقل غنحيد وحده من هنا وحده من هنا وهذه اللي هنا باقا تحيدهم بجوج اه وكاين شحال دابا المده اللي نوض لا راه اصلا وحده غندير فيها ثلاث المرات غير وحده هنا باقا ما خرجتش وحده هنا خارج منها شويه وكيفاش نايض بجوج ونادي بحال هكا نعسي كيفاش دايره دوري كون كان عندي داك الراديو كل ولا شي داك غادي تموت بالضحك لا قالت لي وي تموتي بالضحك حلفه اش كيدير سليم شنو دايرين هاه دابا السنين كله كيبان لك الجدر هما دايرين هاه جاي ما عرفتش واش وين جاو هاجمي قال لي جاوبني هنا ولا ما فهمتش هاجمي لي هاجمي شرع هاجمي لي على السنان عرفتي وعوجوا لي الضرب يا دابا دابا حنا كنوريو الحوايج سكتي مع راسي غنمشيو وانا باقا غنبات انا غنبات مع فاطمه اختي باتي معايا اللي ما بغاش يبات يمشي بحال هكا انا بيتها المهم اخوان خديت هاد لافيست خديت هاد لافيست خوك كلاس عشي حتى انا عارفه راسي ما بغاش نخرج شي حاجه بحال هكا مكلصه بغيت باش نعيق عليكم واحد الشويه او لا لا زوين زوين فيكم حلو او لا لا نعيد تقول حلو حلو وين او هاد السؤال شنو نشوف هاي الساعه راني في نهار درنا السيده الكريمه داكشي باش تعاني عليه المهم خديت هاد لاكولور حتى عرفت باللي زعما الخريف جاي ما بغيتش ناخذ بحال هاد اه شحال هاد لاكولور فن واعر هاي هاي واو جاك الفاتي زوين داك النهار فاش لبستيه خطير فاتي وخديت هذا ولكن انا هذا ما خديتوش من عندهم خديته من واحد البراند اخر حتى نوريهم لكم هادو حوايج اخرين ما خديتهمش من هاد لاباج واخا بحال المهم هذا كيجي على الكتف طايح بحال هذا كل فيك هذا نوار ديالو هادي هادي براند ثاني غنخلي لكم ليا ندير خديت من عندها سلمى ولكن ما جابتش الحوايج ديالي المهم دخلوا عندنا انستغرام اللي عاد الحوايج غادي نديروا بهم بوستات دخلوا عندنا انستغرام وباش تشوفوا التصاور وتلايكيهم وبغيت نقول لكم واحد الحاجه كاين ديكالاج ما بين لي زابوني ديال يوتيوب و لي زابوني ديال انستغرام ما فهمتش علاش ما عرفتش علاش خاصكم تدخلوا عندنا حيت دابا في يوتيوب قربنا نكملوا 100k ولكن انستغرام هابط بزاف وبغينا نعرفوا شنو السبب سورتو انا حتى كونت ديالي باقي جديد
وخاصكم تدخلوا عندنا انستغرام، كتشوفوا انستغرام كنحط لكم لي ستوري، كندير لكم لي لايف، كنحط لكم بوستات، كنجمعوا معاك، كنقولوا لكم شي جديد اللي زعما ما نقدرش نقولوا لكم، كنحط لكم داكشي كيكون سور بلاص، فهمتوا؟ ماشي بحال يوتيوب خاصنا تنديروا فيديو ونمونطيه ويتلاح لكم عرفتوا من هنا سيمانه ولا 40 ديك الساعه كتشوفوا في انستغرام لي ستوري داكشي، كتشوفوا داكشي سور بلاص زعما من قلب الحادث. المهم الناس اللي كيبغيونا وكيبغيو يبقاو يشوفونا دخلوا عندنا انستغرام كنموتوا عليكم. دابا غادي ندوز لكم للبراند الثاني خديت من عندهم. اول حاجه هاد التريكو البيج، واو فن زوين، شوفوا البراند خطير. خذي انت بعد لك شي حاجه. لا واش زعما منين تبقى تقول لي انت بعد كنقول واش بكا وهذا سخون هذا ما عندها. المهم زعما خدينا هاد الغوز بحال هكا غوز باربي، خديت هاد الغوز ماشي خدينا، وخديت هاد النواغ بحالو حتى هوايا. هادو كيتلبسوا مع شي حاجه بيضاء سري وكحل يجيو زوينين في البرد. شنو خديت دابا؟ وهاد باش نوريكم. ها وهاد الكسيوه خديت من عندهم، هاد الكسيوه كحله حتى هي، شوفوا كيفاش هاد الكسيوه بوكوس. هاد الكسيوه كيفاش كتلبسها خلاص كتشوف بحال شي فاش تغلى تقافشا صغرى من راسها. كيف حالك؟ حق الله ما عليك تبرد ديال الغوز. جيت شافت لي معاها هادي، هادي اللي زوينه. شوفوا هادي اللي بحال هكا زوينه. المهم زعمي كان هذا هو الفيديو ديالنا، ما تنساوش تعجبكم الفيديو وتبارطاجيو مع صحابكم وتابوناو وتخليو لايك ودخلوا عندنا انستغرام اهم حاجه. انستغرام انستغرام نتوما راه عيقتوا علينا اهو استنى باقي غندير لكم خلي عرس الخوف باقي غندير لكم شي هول اخر ان شاء الله ديال حوايج البرد. هادو غير هادوك اللي وصلونا مع حوايج الصيف والبرد مخلطين، وباقيين وحدين اخرين ديال البرد غادي ندير لكم ليهم حتى هما هول. وكنبغيكم بزاف، باي باي.